سلسلة بشرية في تعز تحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني، وتطالب المجتمع الدولي بفتح طريق إنساني لتعز بمشاركة أغلب المؤسسات الإنسانية والاجتماعية. التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نعيم خالد. بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والفريق القطري الإنساني والسلطة المحلية بتعز، احتفل بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني بإقامة سلسلة بشرية بمشاركة أغلب المؤسسات الإنسانية والاجتماعية، وحتى النازحين والصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة والمهمشين، بتنظيم من مؤسسة معكم التنموية تحت شعار يد واحدة لا تصفق. وكذا السلسلة طالبت بفتح طرقات إنسانية لمدينة تعز. بالتنسيق مع مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والفريق القطري الإنساني AHCT، وبالتنسيق مع السلطات المحلية في محافظة تعز، تحيي اليوم مؤسسة معكم التنموية MDF فعاليات اليوم العالمي للعمل الإنساني 2022 بمشاركة منظمات المجتمع المدني في محافظة تعز والعديد من الفئات المستفيدة من العمل الإنساني في المحافظة كالمعاقين والمكفوفين والفئات الأشد ضعفا والأطفال والنساء. هذا اليوم هو رسالة تكريم وتشجيع لرواد العمل الإنساني في المحافظة. نحن أردنا من خلال هذه الفعالية إيصال رسالة أن محافظة تعز تحيي رجال العمل الإنساني والمنظمات الإنسانية العاملة في الميدان سواء المحلية أو الدولية. فمحافظة تعز لا زالت تحتاج إلى الدعم الإنساني، فالطرقات الإنسانية لم تفتح إلى اليوم. محافظة تعز بحاجة إلى دعم الأمم المتحدة من أجل فتح المنافذ وتسهيل دخول الغذاء والدواء من أجل الإنسان. اليوم مؤسسة معكم التنموية تقوم بإحياء اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام تحت شعار يد واحدة لا تصفق. نحن هنا في وسط مدينة تعز وسط شارع جمال عبر هذه السلسلة البشرية التي يشارك فيها مختلف الفئات من المدرسين، من المهمشين، من الطلاب، من المعلمين، من المتضررين، من الجرحى، من المعاقين، من المكفوفين، من مختلف فئات المجتمع يشاركون في هذه السلسلة البشرية تعبيرا وتقديرا لجهود العاملين في مجال العمل الإنساني، تقديرا لجهود المنظمات والمؤسسات المحلية التي تعمل في المجال الإنساني منذ 8 سنوات للتخفيف من معاناة المتضررين، الأسر المتضررة هنا من الحرب المستمرة منذ 8 سنوات. اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا نحتاج له نحن في محافظة تعز، وذلك لأنها محافظة محاصرة من جميع الجهات، وبالتالي نريد المزيد من العمل الإنساني وعمل المنظمات داخل هذه المحافظة. أثبتت مؤسسات ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني بأنها رديف حقيقي للدولة، وخصوصا عندما غابت مفاصل الدولة في تخفيف معاناة الناس خلال حرب ميليشيا الانقلاب. وكذا تعز التي تعيش أطول حصار، فكان للعمل الإنساني بصمة وحضور. باسمي واسم مكفوفين تعز، الفئة الوحيدة، الفئة التي تعاني من ضعف وإعاقة، وبرغم الحرب والمعاناة فإنهم يعانون، فنتمنى من المؤسسات أن تدعم المكفوفين وتبذل جهدهم من أجلهم حيث أنهم مهملين من عدة جهات. اليوم العالمي للعمل الإنساني 19 أغسطس، نقوم بالعمل الإنساني بحكم أنه تعز تحت الحصار، تعز يعني مبادة كلياً، ما فيش رواتب، ما فيش إغاثات، فلهم الشكر والكل الجزيل والاحترام الذي قاموا بمساعدتنا ونهضوا تعز مبدئياً من أجل مساعدة الناس، لأنه ما فيش إعالات، ما فيش رواتب. كان العمل الإنساني هو الرديف الذي أقام أو ساعد على نشر الحياة في تعز، خاصة الأسر الضئيلة اللي ما فيش معها أي عائد مادي. سلسلة بشرية يقيمها مؤسسة معكم بمناسبة اليوم العالمي الإنساني. هذه السلسلة تعاني العديد من المشاكل، كلها فئات مستهدفة في محافظة تعز التي تعاني الحرب والحصار، ولهذا رسالة قوية بأن تقول يكفي حصار محافظة تعز. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.